مرحبا بكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي بفقرات منوعة فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات. واليوم إن شاء الله كيف مجرات العادة من خلال أول فقرتنا غادي نقوم بالإجابة على مجموعة من تساؤلات باش من بعد نمشيو مباشرة لفقرة بريكولاج. واليوم توصلنا بمجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات من عند أم عدنان، من عند عماد من أكادير، من عند سناء مغنوني، وكذلك من عند أم إياد. فاليوم إن شاء الله ندرجوا كل أفكارهم واقتراحاتهم اللي هما بعتوا بها وبغاو يتقاسموها ويتشاركوها معنا. بعد ذلك غادي يكون تواصل مع متوجة الشهر ونزولا عن طلب ورغبة الكثير من الأوفياء ديال البرنامج، فظاهرة فريجي مازال ما سخيناش بها، فغتكون هي المتوجة إن شاء الله وغتبقى معنا حتى يعني البداية شهر رمضان الكريم، لأنه خلال شهر رمضان الكريم غادي يتم اختيار متوجة جديدة اللي غترافقنا طيلة الشهر الكريم. غادي نبقاو نتواصلوا معها وتفيدنا بأفكارها واقتراحاتها، وعلاش لا ربما يكون متوج ديال شهر رمضان الكريم اللي نتواصلوا معه ويعطينا أفكار واقتراحات. باب التواصل نتوما معكم أوفياء أنا غادي يكون مفتوح كيف مجرى العادة في الجزء الثاني خلال الحلقة على 05 22 46 52 51 أو 52. الرقم 50 80 في أول رسالة اللي غادي نتبعثوا بها، ما عليكم إلا تكتبوا كلمات ماد كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم أو بالفكرة والاقتراح اللي عندكم للرقم 50 80. غادي نبقاو لحظة مع أول اختياراتنا الغنائية نسمعوا ليها وراجعين، فخليكم معنا. أنا على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وغادي نمشيو باش نجاوبوا على مجموعة من التساؤلات في الحلقة ديال اليوم. أول سؤال غادي نبداو به كان من عند فاتحة من وجدة اللي كانت كتسول على شنو هو الحل بالنسبة للمسكة في الشعر ديال بنيتها ولا الوليد وكيفاش تقدر تحيده. فهنا فاتحة بالنسبة للمسكة باش نحيدوها من الشعر ديال الوليدات فما عندكش الاختيار، كيخصك تحتاجي المادة دهنية سواء شي زيت اللي انت عادة كتستعمليه باش كدهني الشعر ديال بنيتها ولا الوليد وكتكثري منه في داك المكان اللي فيه المسكة، أو لا طريف ديال الزبدة. إلا ما يعني مثلا كان الشعر ديال الوليد ولا بنيتها عادي ولا ميدم وما كدهنيش، فهنا ممكن غير داك الزيت اللي عندك في الدار سواء الزيت البلدية أو لا الزيت الرومية كتاخديها وكدهنيها على داك المكان اللي فيه المسكة، أو لا كتاخدي طريف ديال الزبدة وبنفس الطريقة كتبقاي كدعكيها في داك المكان وكتستعملي المشطر الرقيقة باش كتهبطي ديك المسكة وما كتحيديهاش وكتحيديها من الشعر. غير هنا بغيت نقول نصيحة لكل أمهات اللي شوية ما كيكونش عندهم الخاطر خوصين إلا كان وليد، فأول حاجة كتفكر فيها هو المقص، كتحيد بداك البلاصة ديال المسكة مع الشعر كتضرب المقص. فهنا يعني لا داعي نهائي لأنه الحل سهل وغير شوية ديال الخاطر، مادة دهنية سواء زيت أو لطريف ديال الزبدة كنفركوها على داك المكان اللي فيه المسكة وكنهبطوا بالمشطر الرقيقة فما كيبقاش الأثر ديالها نهائيا. غادي نمشيو هاد المرة لسؤال آخر كان من عند كنزة من الرباط، هو صراحة هو طلب أكثر منه سؤال، كان طلبتنا بإعادة إدراج الاقتراح اللي سبق ومر معنا اللي هو خاص بداك الصدى اللي كيكون في المعدن ديال الإطار ديال المراية. يعني إلا كانت عندنا مراية في الحمام ولا في الدوش وداك الكادر أولا الإطار ديالها كان ديال الحديد وتقاس بالماء وكيولوا فيه ديطاش اللي هما صفرين أولا ديال الصدى، كيفاش نقدروا نحيدوهم؟ فهنا كنزة الاقتراح اللي كنت اقترحت عليكم سهل بزاف، قلنا غادي ناخذوا الحلفه ديال السلك اللي كتكون ناشفه، يعني ما كنفزقوهاش نهائيا بحتى شي حاجه، كناخذوا ديك الحلفه ديال السلك ناشفه وكنبداو كنحكوا هذوك ليطاش اولا الطبايع اللي عندنا في داك المعدن ديال المرايا. فالنتيجه هائله، هذوك ليطاش ما كيبقاوش وحتى اللمعان كيرجع من اول وجديد لذاك المعدن، وغير فركه خفيفه يعني ماشي بواحد الجهد اللي هو كبير بزاف، غير فركه خفيفه بديك الحلفه ديال السلك، والاهم على انها تكون ناشفه وما تستعملوا فيها حتى شي حاجه، فهذوك ليطاش ديال ما كيبقاوش نهائيا. غادي نمشيو هاد المره لسؤال اخر اللي هو كان من عند ام نسرين وكتسول شنو هو الحل بالنسبه للسوسه الا كانت في الخشب اشنو نقدروا نديروا. المشكل اللي عند ام نسرين انه عندها السوسه في الخشب ديال الشراجم. فهنا ام نسرين الاقتراح اللي سبق ومر معنا وصراحه كان هو اقتراح فعال واقترحوا علينا الخبير المختص في الديكور سامي دانان اللي كيكون حاضر معنا ومرافقني في الحلقات ديال اليوم ثلاثاء، كان اقترح علينا البصله، فقال بالنسبه للناس اللي عندهم السوسه في الخشب كياخذوا بصله طبعا كتقطعوها ولا كتقسموها على زوج، وواحد نص بصله كدوزوا به على داك المكان ديال السوسه. وكنعرفوا انه السوسه كتاخذ اشكال هي مختلفه، كاين الناس اللي كتبان عندهم غير على شكل كحولية في الخشب، ولكن كاين الناس وخصوصا اذا كانت شويه المده طولات كتولي يعني على شكل سوسه واحد الثقوب اللي هما كحلين، يعني كتبدا كتنخر او لا كتاكل في داك الخشب. فشنو كنديروا؟ كناخذوا سورانغ يعني الابره اللي كنحقنوها كناخذوها وكنحكوا داك الماء ديال البصله، كنعصروا ديك البصله كناخذوا الماء ديالها كنعمروه في داك الابره وكنبداو كنحقنوا دوك الثقوب اللي عندنا ديال السوسه في الخشب، فكتكون هذه احسن طريقه باش ما كنخليوش الاثر ديال ديك السوسه. ولكن هذا الامر ماشي كنديروا غير مره واحده وصافي، وانما كيخصنا نواظبوا عليه على الاقل واحد مره في كل نهار لمده ديال اسبوع، بحال كتعالجوا ديك السوسه ما كيبقاش الاثر ديالها. اذا من الاحسن انه ناخذوا ديك البصله كنحكوها كنصفيو داك الماء ديالها كنعصروه كناخذوا داك الماء كنديروه في سورانغ يعني الابره ديال الحقن كنعمروه
كنزرعوها وكنبداو كنحقنوا دوك الثقوب ديال السوسه اللي عندنا في الخشب وكنواظبوا على هذه الطريقه يوميا على الاقل واحد المده ديال اسبوع. النتيجه على ان دوك الثقوب ديال السوسه كيبداو كيعمروا ما كيبقاوش نهائيا. الا كانت عندنا السوسه غير على شكل كحوله فكناخذوا بصله كنقطعوها على جوج وكندوزوا بواحد الطريف ديال البصله كنحكوا فكذلك كتكون طريقه اللي هي فعاله. ولكن اهم حاجه انه مره واحده راه ما كافياش, كيخصنا نواظبوا عليها واحد المده حتى كنشوفوا على انه ديك السوسه بدات كتنقص وديك الكحوله ما بقاتش نهائيا. كنتمنى ان شاء الله ام ياسرين وكذلك كنزمن الرباط وفاتحه من وجده كلهم كانوا في الاستماع وسمعوا الاجوبه على التساؤلات اللي سبق وطرحوها علينا. بعد لحظات غادي نمشيو لفقره بريكولاج باش ندرجوا مجموعه من الافكار والاقتراحات وصلنا بها من عند ام عدنان, من عند عماد, من اكادير, سناء مغنوني وام اياد. غادي ندرجوا اليوم كل افكارهم واقتراحاتهم, هي افكار واقتراحات مفيده بزاف وذكيه واقتصاديه وغتنفعكم في شحال من حاجه فما تخليوهاش تفوتكم. كنذكركم على انه اليوم ان شاء الله كذلك غادي يكون موعدنا مع المتوجة اللي هي ظاهرة غتفيدنا اليوم بمجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات بالنسبة للمستمعة والكثير من المستمعات اللي كانوا كيسولوا على شي طريقة اقتصادية كيفاش يقدروا يصيبوا شامبوان في الدار ويكون طبيعي. فاليوم إن شاء الله ظاهرة قالت على أنه غتعطينا زوج ديال الاقتراحات, شامبوان طبيعي بالنسبة للشعر اللي هو ناشف الشعر الجاف وشامبوان طبيعي بالنسبة للشعر الدهني أو الميدم. ظاهرة غتعطينا كذلك اقتراح بالنسبة لديك الكحولة أو لاطاش اللي كيكونوا لطبايع كيكونوا في الشاشة ديال الحمام أو حتى في الروبينيات كيفاش نقدروا نحيدوهم. هذا بالإضافة لواحد الخليط اللي غتعطيه لينا ظاهرة غنصيبوه على يدينا في الدار بمواد سهلة واقتصادية وكينفعنا هذا الخليط في تنظيف المواد أو لا الأماكن اللي كتكون فيها طبايع ميدمة بمواد اللي هي كتكون زيتية مثلا ديطاش أو طبايع ديال الزيت أو ديال الزبدة إلا كانوا مثلا في القلبوطة إلا كانوا في الفرنوات إلا كانوا في الحيط ديال الكوزينة كيفاش نقدروا نحيدهم بواحد الخليط اللي هو ساهل وغادي نصيبوه في الدار. فهي مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات ما تخليوهاش تفوتكم نهائيا في الحلقة ديال اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي ودائما على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. غادي نبقاو لحظة مع فاصل يعلن ورجعين مباشرة من بعده فخليكم معنا. ومباشرة هذه المرة غادي نمشيو لفقرة بريكولاج باش ندرجو مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات. وأول اقتراح غادي نبداو به اليوم من عند أم عدنان. أم عدنان كتقول إلا كانت عندنا شي مقلة قديمة وما بقيناش كنخدموا بها ولا كنستعملوها أشنو كنديرو؟ كناخدو ديك المقلة وكنسرحو الجوانب ديالها بالمهراس, يعني كنبقاو كنضربو في دوك الجوانب ديالها باش كيتسرحو وهكذا كنوليو كنستعملو ديك المقلة كحديدة ديال الطاجين وما كنضيعوهاش وكتقول جربوها وغادي نشوفوا انه النتيجه كتكون مزيانه بزاف. اذا الا كانت عندنا مقله قديمه وما بقيناش كنخدموا بها وكنستعملوها ما كنرميوهاش وانما كناخذوها وحده المقله كيكونوا دوك الجوانب ديالها طالعين شويه فكناخذوهم وكنسرحوهم بالمهراس يعني كنضربوهم وكنضغطوا عليهم مزيان وهكذا ديك المقله القديمه كتولي على شكل حديده ديال الطاجين كنستعملوها فوق البوطه او لا فوق الفاخر. غادي نمشيو هذه المره لاقتراح اخر من عند عماد من اكادير وكيقول اختي عفاف انا اليوم الاقتراح ديالي خاص بالنسبه للناس اللي كيتشكاو من الفار في الدار. غادي يصيبوا واحد الخليط ساهل بزاف غادي يحتاجوا فيه لواحد زوج ديال الفرماجات اللي كيكونوا على شكل مثلث مع ملعقه كبيره من الخميره ديال الخبز. كنخلطوا داك الخميره ديال الخبز مزيان مع الفرماج وكنصيبوا داك الخليط على شكل كويرات اللي كيكونوا صغار بزاف وكنوزعوهم في الاماكن كلها اللي كيدوز او اللي كيمر منها الفار. فكيقول هذا صيبوه كيكون على شكل بحال سم طبيعي اللي كنستعملوه للفئران ولكن بشرط ردوا البال اللي كانوا عندكم الوليدات صغار في الدار خاصكم تردوا البال او لا استغلوا الفرصه الوقت اللي ما كيكونوش الوليدات ديالنا كاينين في الدار. اذا غادي نحتاجوا لزوج ديال الفرماجات اللي كيكونوا على شكل مثلث مع ملعقه كبيره من الخميره ديال الخبز كنخلطوهم مزيان وداك الخليط اللي حصلنا عليه كنصيبوه على شكل كويرات صغار وكنوزعوهم في الاماكن كلها اللي كيدوز منهم الفار. عطانا عماد من اكادير اقتراح اخر هذه المره بالنسبه لجيل دوش اقتصادي وطبيعي. غادي نصيبوه بواحد صابونه اللي كتكون يعني محكوكه من الاحسن تكون صابونه ديال الحجره, ملعقه كبيره ديال الورد البلدي مطحون ومغربل, ملعقه كبيره ديال الخزامه مطحون ومغربله. غادي نحتاجوا لزوج ديال المعالق كبار ديال الجليسيرين, زوج ديال المعالق كبار من زيت الكوكو, كاس ديال ما ورد, وغادي نحتاجوا الماء سخون داك الماء الكافي اللي غادي نذوبوا فيه الصابونه. اذا اعيد مره اخرى المكونات اللي هي سهله واقتصاديه باش غادي نصيبوا جيل طبيعي يعني جيل دوش في الدار. غادي نحتاجوا الصابونه ديال الحجره محكوكه, ملعقه كبيره ديال الورد البلدي مطحون ومغربل مع ملعقه كبيره ديال الخزامه كذلك مطحون ومغربله, زوج ديال المعالق كبار ديال الجليسيرين, زوج ديال المعالق كبار من زيت الكوكو, كاس ديال ما ورد, وغادي نحتاجوا الماء سخون داك الماء اللي غيكفينا باش غادي نذوبوا ديك الصابونه. اول حاجه غادي نديرو كنخلطوا داك الماء مع الصابون باش كنذوبوا ديك الصابونه كنخليوها المده ديال الليله كامله حتى الصباح عاد كنضيفوا المكونات الاخرى واللي هي ملعقه كبيره ديال الورد البلدي مطحون, ملعقه كبيره ديال الخزامه مطحونه, زوج ديال المعالق كبار من الجليسيرين, زوج ديال المعالق كبار من زيت الكوكو مع داك الكاس ديال ما ورد. هادو ما كنضيفوهم حتى الصباح كنخلطوا مزيان باش في الاخير كنحطو
كنحصلوا على واحد الخليط اللي تماما الشكل ديالو كيكون داير بحال واحد الجيل دوش اللي كنكونوا صايبناه عليه يدينا في الدار. غادي نمشيو هذه المره لاقتراح اخر من عند سناء مغنوني. وسناء اليوم كتقول اختي عفاف انا بغيت كل الناس اللي كيسمعونا وبغيتهم يردوا البال، الناس اللي كيقولوا انهم استعملوا الوراق ديال النعناع ولا ديال الحبق ولا القشور ديال البصله بالنسبه للبعوض الشنيوله، ولكن رغم هكذاك ديما عندهم في الدار. فسناء ضحكتني لان قالت واحد العباره، قالت عنه الشنيوله كتقول لهم خرجوا نتوما ما نخرج انا. سناء اليوم كتقول بغيت الناس يردوا البال على انه ما كيكفيش ان دوك الوراق ديال النعناع وديال الحبق والقشور ديال البصله غير كنعلقوهم وكنخليهم هكذاك، لا، وانما كنحطوهم شويه قراب من المخده ولا الوساده ديالنا الوقت ديال النوم، يعني في الوقت ديال النعاس، ولو انه الريحه كتكون قويه ومجهده بزاف، ولكن بالنسبه للناس اللي ما كيتحملوش دوك اللدغات اولا دوك يعني شنو اللي ما كتقيسهم في اللحم ديالهم وديك الحكه وداك الحبوب اللي كيوليو داك الاحمرار من بعد، فكيبقى اهول ليهم على انهم يستعملوا الوراق ديال النعناع اولا ديال الحبق مع القشور ديال البصله، وكنخليهم في واحد الزليفه وكيبقاو قراب شويه للخديه ديالنا باش ديك الرائحه كتخلي على انه البعوض ما كيقيسناش نهائيا. اما الا خليناهم معلقين في بلاصه اللي هي بعيده علينا فكونوا متاكدين على انه شنو ما غتبعدش منكم نهائيا. شكرا لك سناء مغنوني على هذه النصيحه. غادي نمشيو هذه المره لاقتراح اخر من عند ام اياد. ام اياد كتقول شحال من مره كنلقاو على انه الكميه اللي عندنا ديال الكفته ما كافياش نهائيا، عند بالنا انه كاينه كميه كافيه ولكن الوقت اللي كنقلبوا الفريغو اولا المجمد كنلقاو على انه الكميه قليله، اشنو غادي نديروا؟ كتقول ام اياد هذيك الكميه القليله اللي عندكم ديال الكفته ممكن تضاعفوا الكميه ويولي عندكم شويه الكميه اكثر، اشنو غنديروا؟ كتنصحنا ام اياد ناخذ ديك الكفته كنحكوا عليها واحد جوج حبات ديال الجزر اولا خيزو، حبه وحده ديال القرعه خضراء مع شويه ديال البطاطا مسلوقه واللي كنكونوا دعكناها بواحد الفرشيط، كنخلطوهم مزيان وغتلاحظوا على انه الكميه ديال الكفته كتولي مضاعفه، وحتى الوليدات اللي ما كيبغوش هذه الانواع ديال الخضر الوقت اللي كديروها مع الكفته وكتصيبوا على شكل يعني قريصات او خبيزات صغار فهما كياكلوها ما كيحسوش بديك الخضره نهائيا على اساس انها كفته فقط. اذا الا كانت الكميه ديال الكفته عندنا قليله باش كنضاعفوا الكميه اشنو كنديروا؟ كنستعملوا واحد زوج ديال الحبات ديال الجزر او خيزو محكوك مع قرعه خضراء محكوكه ومع حبه وحده ديال البصله ديال البطاطا اللي كتكون مسلوقه ومدعوكه بواحد الفرشيط، كنخلطوهم مزيان والنتيجه على انه الكفته كيضاعف الكميه ديالها ونقدروا نستعملوها. وكتقول كذلك ام اياد هي حيله كنديروها بالنسبه للوليدات اللي ما كيفضلوش المذاق او النكهه ديال الانواع ديال هذا الخضر. شكرا لك ام اياد، شكرا لسناء مغنوني، لعماد بن اكادير، وكذلك لام عدنان على كل افكارهم واقتراحاتهم اليوم تقاسموها وتشاركوها معنا في الحلقه ديال اليوم. بعد لحظات غادي نمشيو عند المتوجه اللي هي ظاهره باش تفيدنا كذلك باقتراحاتها اليوم وبالافكار اللي عندها، وهي فرصه كذلك باش نسمعوا اليوم صوتها على الهواء مباشره. من بعد ظاهره غادي نتواصل معكم انتم اوفياء حتى انتم علاش لا فيدونا بافكاركم واقتراحاتكم. مرحبا بكل تساؤلاتكم على 05 22 46 72 50 51 او 52، كيمكن لكم تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 اللي كتبتوا في اول اس ام اس اللي غادي نتبعتوا به كلمه ماد، خليتوا فراغ صغير وبعثتوا بسؤالكم وبالفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 5080. غادي نبقاو لحظه مع ثاني اختيارتنا الغنائيه نسمعوا ليها وراجعين، بقاو معنا. ورجعنا على ماد غادي الاذاعه القريبه منكم باش نوصلوا باقي الفقرات في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. وهذه المره غادي نمشيو مباشره عند المتوجه ظهيره فارجي باش اليوم غادي تفيدنا كذلك بافكارها وباقتراحاتها كيف ما هي عودتنا دائما. اهلا بك ظهيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك ظهيره، مرحبا بك. خليك الحمد لله. مرحبا ظهيره. اليوم ان شاء الله ظهيره وعطينا بزاف ديال الافكار وديال الاقتراحات ومشكوره لانك كنتي سمعتي التساؤل ديال المستمعه اللي سبق واتصلت بينا وطلبات بادراج يعني اقتراح الشامبوان طبيعي كيفاش نصيبوه في الدار، فاليوم انت ما شاء الله عليك غتعطينا زوج ديال الاقتراحات. غتعطينا ظهيره شامبوان اللي هو خاص بالشعر الناشف الشعر الجاف، واخر اللي هو خاص بالشعر المدم الدهني. نعم. بالنسبه للشعر الجاف عندي واحد الاقتراح، جوج اقتراحات، جوج شامبوانات عندي. واحد كنستعملوا فيه درقه الدرق اييه ديال الكرموس الهندي، اييه ديال الكرموس الهندي كناخذوها كنحاولوا نديروها بالموس حكر حيت داك الشوكات، اييه هي صعيبه شويه ظاهره. لا غياخذ الواحد غير مثلا شي زيت سيدي يدوزو على يدي ويشدها، اما غتلقى ضروري في واحد البلاصه ملسه واخا غادي تحيد من هذوك الشويكات وغادي تطحنها وتعبر كاس منها. واخا ناخذ كاس منها وكنزيدوا عليه 4 معالق كبار ديال زيت كوكو. وكنزيدوا عليه كنطحنوا بعد هذيك الدرقه مزيان وكناخذوا قلت لك كاس منها. وعاد كنرجعوها عاوتاني للخلاط وكنضيفوا لها قلت لك 4 معالق كبار ديال زيت كوكو وكنطحنوهم مزيان وكنديرهم في شي انيه وكنزيدوا عليهم نص كاس ديال الشامبوان ديال الاطفال. كنخلطوا كل شيء وكنحتفظوا به في قرعه الثلاجه
ملي كنبغيو نستعملوه راه حنا كنستعملوه في الحمام. ومن وراء هذا بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الشعر الجاف راه كيكون عندهم تقصوف وكيطيح بحال اللي كيطيح ليهم وهذاك الشيء، كنصحهم انهم يغليو غير الزعتر وديما يكون معاهم قريعه يتشلوا به في الحمام في الاخر ملي بغوا يخرجوا. بالنسبه للشامبو الاخر عندنا فيه ورقه ديال الاولويفيرا، لا الويفيرا اييه هذا حتى هو ديال الشعر الناشف ديال الشعر الجاف. وكناخذوا قطرات من زيت ديال الجنجوبة، زيت الجوجوبا راه كيكون كيتباع كلشي كيتباع، ونص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء، ونص كاس ديال شامبان الاطفال. اييه ياك. وكناخذوا خلاط وكنحلوا ديك الالويفيرا على جوج وكنحاولوا نكرطوها. اييه كنكرطوها من الوسط، كناخذوا داك الجيلاتين اللي كيكون فيها كنديروا في الخلاط وكنزيدوا عليه قطرات من داك الزيت ديال الجنجوبه مع نص كاس ديال الماء. وكنطحنوا كل شيء مزيان، كنحيدوه وكنزيدوا عليه شامبان ديال الاطفال. واخا صافي، وكنحتفظوا به هو كنحتفظوا به في الثلاجه، علاش ضروري بحال هادشي كيكون صاد راه نحتفظوا به في الثلاجه يبقى في الثلاجه. راه غير جوج غسلات ولا هذا راه بحال بالنسبه للناس اللي عندهم شعر طويل راه دغيا كيسالي. بالنسبه للشعر الدهني عندنا قشره ديال الحامضه مفكوكه مزيان ديك الحكاكه الرقيقه بزاف. وقشره ديال الليمونه هي مفكوكه في الحكاكه الرقيقه مزيان. وجوج معالق كبار ديال عصير الحامض، جوج معالق كبار عصير الليمون، وجوج معالق كبار دخل التفاح، ستة معالق كبار ديال الصابون ديال الحامض مفكوك في الحكاكه الرقيقه. كنديروا هادشي كلشي في الخلاط، كنزيدوا عليه نص كاس ديال الماء طيب ياك. وكنطحنوا كلشي مزيان وكنحطوه كنكبوه في شي انيه وكنخليوه لربعة سوايع. ملي غادي تجي غتحركوا واحد شي غتبقى واحد السائل، هذاك هو اللي كتغسل به شعرها. نعم ظاهرة إلا سمحتي، نعم إلا سمحتي نعاودوا مرة أخرى المكونات والطريقة. قشرة حامضة محكوكة في الحكاكة رقيقة، قشرة ديال الليمونة محكوكة في الحكاكة رقيقة، جوج معالق كبار عصير الحامض، جوج معالق كبار عصير الليمون، جوج معالق كبار خل التفاح، ستة معالق كبار ديال الصابون ديال الحامض، راه معروف ياك بلا ما نقولوا. ألو كنسمعوك ظاهرة. نعم ياك. نعم كنطحنوا كلشي في الخلاط الكهربائي، كنزيدوا عليه قبل ما نطحنوا كنزيدوا عليه نص كاس ديال الماء طيب، وكنطحنوا كلشي في الخلاط. اييه ملي كنطحنوا كنديروا في شي انيه كنخليوه مده 4 سوايع حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون بحال العجينه، كنحركوا شويه كنحصلوا على واحد السائل، كنحركوه كيولي سائل. كنديروا في قرعه وكنحتفظوا به هذا وكنغسلوا به شعرنا بالنسبه للشعر الدهني. اييه صافي. بالنسبه لعندنا طريقه باش كنتخلصوا من البقع السوداء اللي كتكون في الرشاش ديال الحمام ولا في الروبينيات، حتى النقيطات كيكونوا بحال الغمال، هما كيكونوا لاصقين بحال شكل حرشين شويه. كناخذوا حامضه نعم وكنحطوها في البيكربونات الصودا بحال هكا، نص حامضه كنقطعوها كنحطوها كنحطوا داك الجزء اللي فيه الحامض كنحطوه على البيكربونات بحال كنهزو واحد شويه ديك الحامضه، وكنبداو ندوزو على دوك البقع بشكل دائري. حنا كنمسحو كنرد البال انا راه كيتحيد ملي كدير كل مره الاولى المره الثانيه كيبدا يحيد داكشي وكيرجع داكشي بحال يلاه جداد. بالنسبه للتحضير ديال واحد الماء كنمسحو به الحيط اللي كان فيه شي مواد دهنيه، ولا بالنسبه للبوطاكاز اللي كيكون فيها نقاط دهنيين كناخدو كيلو ديال الحامض كنزيدو معاه إترو ديال الماء وكنديرو فوق من البوطة على نار متوسطة شوية ماشي مجهدة وماشي مهيلة بزاف حتى كيطيب داك الحامض. المهم الحامض راه نقطعوه طرونشات كنحطو حتى كيطيب كيبان ليك طاب. ملي كيطيب كنشدوه كنطحنوه وكنزيدو عليه 4 كاس ديال الخل وكنخليوه حتى كيبرد، عاد كنزيدو عليه 4 المعالق كبار ديال بيكربونات الصودا. ويديروا هذا الشيء يديروا في شي انيه اللي تكون غارقه علاش كيكون واحد التفاعل. واخا كيكون واحد الكشكوشه كتطلع ملي كنزيدوا داك البيكربونات راه كتطلع واحد الكشكوشه كنحتفظوا به ملي كنبغيو كندوزوا واحد شويه بداك الخليط كنديروا يدينا كندير واحد مثلا شي حلفه ولا هذا وكندهنوا به هذاك الحيط ولا داك البوطاكاز وكنمسحوا صافي راه النتيجه دغيا كيحيد داك الهدام. بالنسبه التنظيف ديال الزربيه ملي كنبغيو نشطبوها مثلا كتكون عامره غبره وداك الشيء كنقترح انهم يرشوها بالملح هذيك الغليظه اييه وبواحد الماء معدني
غازي راه معروف كنرشوا هذه وكنرشوا ديك الملحه. ديك الملحه اشنو الدور ديالها؟ انها كتمص ديك الغبره اللي كتكون في الارض اللي كتكون مجموعه في الزربيه وكتكون لاصقه في الارض، كتطلع كتلصق في ديك الزربيه في ديك الملحه. ملي كنشطبوا كنلاحظوا ان ديك الغبره كامله اللي كانت في الزربيه كتنقى وكتولي المنظر ديالها راه مزيان. بالنسبه لهذا الطريقه ديال الطاجين اللي يلاه الى يلاه شريناه، ايه طاجين جديد كناخذوه كنحكوه بالحلفه ديك الحرشه مع الصابون البلدي والتفل ديال القهوه. علاش ظاهره؟ علاش الصابون البلدي والتفل ديال القهوه كيملس لينا كيملس لينا داك الطاجين وكيحيد لينا داك كاع داك الطين اللي كيكون زايد من ورا الطياب. علاش الناس ملي كيلاه كيغسلوه ملي كيبداو يشلو فيه كيلقاو داك الحموره كتخرج منه. اييه كيطلق داك الطاجين. اييه ملي كنغسلوه بهذه الطريقه راه ملي غادي تغسلو المره الثانيه راه ما غاديش تلقى. كنحكوه في هذيك الجيكسه الحرشه مزيان باش كيملاس كيولي ملس مزيان وكتحيد منه داك الحموره. اذا استعملتي الصابون البلدي ظاهره مخلط مع التفل ديال القهوه. واخا راه التفل ديال القهوه علاش كنديرو؟ باش ما تبقاش ديك الريحه ديال الصابون البلدي. اييه واخا كنحكو به ومع اصلا التفل ديال القهوه حرش شويه كيساعد انه يدخل في دوك السبيتو ديال الطين. كنحكو بها مزيان من الشناب ومن الوسط ومن كل شيء وكنشللوها بالماء مزيان وكنعمروه بالماء وكنخليوه حتى كيشرب داك الماء. كنعاود نمسحوه من داك الماء وكندهنوه بالزيت البلديه. ياك وكنكون يا اما الا كان شي مجمر ديال العافيه كنا طيبناه فيه وبقات فيه ديك البوغه كنحطو فوق منه داك الطاجين. على ديك البوغه كنبيتوه من الليل حتى الصباح. ما كانش غير الفران الوقيته اللي كيكون سخون ملي كنطيبو فيه كندخلو داك الطاجين فيه. ياك باش داك الزيت كيشرب وكيدخل داك الطاجين بحال كيسد ليه دوك العيون ما كيبقاش يلصق وفي نفس الوقت ما كيتهرش ما كيدينا واحد المده طويله وخا طيبين فوق من العافيه فوق من البوطه ما كيتجرى ليه حتى شي حاجه. تبارك الله عليك زهيره. الله يبارك فيك. شكرا لك زهيره. تبارك الله عليك وشكرا لك على كل هذه الافكار والاقتراحات وان شاء الله موعدنا معك زهيره اكيد غادي يكون الاسبوع المجيء بمزيد من الافكار ومن الاقتراحات. مره اخرى مشكوره زهيره فريجي وشكرا لك على كل الافكار والاقتراحات. احنا غادي نبقاو لحظه مع اختيار غناء نسمعوا ليه وراجعين بقاو معنا. ورجعنا دائما على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم ومرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 52 51 او 52. غادي نشوف اول مكالمه نتواصلوا مع فاتحه اولا مع ام حسام على الخط معنا. اهلا بك ام حسام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيدايره اختي عفاف لاباس؟ الحمد لله ام حسام مرحبا. مبروك عليك هذا الشهر. علينا وعليك ان شاء الله كل ما كتمنى. الحمد لله الصوت ديالك راه ولا شويه لاباس عليك ان شاء الله. يا رب شكرا لك ام حسام. كنبغيوك وكنعشقوا الصوت ديالك. شكرا الله يبارك فيك. ما شاء الله. حبيبه. شكرا لك ام حسام. اختي عندي واحد السؤال الله يجازيك بخير الاخ سامي. واخا عندي اختي اللي يلاه كملت الدار ان شاء الله وغتبدا في الصباغه وحيره شنو نصبغ. عندي ابارتمون ديال الوليدات فيها ثلاثه البيوت. وحده البنيته ديالي عندها 14 عام. بلاتي شحال ام حسام البنيته عندها؟ عندها 14 عام. 14 عام ايه. وعندي الوليدات الاول عنده 10 سنين والاخرين عنده واحد عنده 4 سنين وواحد عنده 3 سنين. يعني ان شاء الله بغدرتها ليهم بجوج هاد الاخرين. ايه وبالنسبه للبنت ديال 14 عام بيتها بوحديتها وبالنسبه للبنت ديال 10 سنين البيت ديالو بوحده. البيت ديالو بوحده كل واحد بوحده غير هذوك جوج وليدات صغار اللي خليت ليهم الشومبر ديالهم بجوج. نعم. دابا حتى في اللون اختي اللون ديال البنيته والوليد والوليدات الصغار بغيت اللون اللي نصبغ به. واخا واخا ام حسام فقط غير نعم. نشكرك بزاف كنشكرك اختي بزاف. العفو شكرا لك ام حسام تواصلتي معنا نمشوا هذه المره وفي مكالمه اخرى غادي نتواصلوا مع عائشه على الخط معنا من تطوان. اهلا بك عائشه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله عائشه. السلام عليكم اختي عفاف. اهلا وسهلا بك. الحمد لله عائشه بارك الله فيك. اختي عفاف عندي واحد السؤال الله يجازيك بخير. ايه ميدانا. واخا. بغيت تفيدني في الصباغه عندي بيت نعاس. عائشه الا سمحتي الا كنتي عامله الكيت زوليها الله يخليك هضري معنا يعني في التليفون عادي لانه الصوت كيبان شويه بعيد ما غنسمعوش الصوت يعني الصوت ديالك والسؤال بشكل واضح. اختي شكرا لك. قلت لك عندي بيت نعاس مخدوم بالابيض.
الفرج ديالو بالابيض. كاين مشكل في التواصل معاك عائشة وغنعتذر منك، فان شاء الله تكون الظروف احسن وترجعي تواصلي معنا، وحتى يعني الصوت يكون واضح باش ناخذ السؤال ان شاء الله ونجاوبوا عليه. غادي نمشيو هذه المره باش نتواصلوا مع خديجه على الخط معنا من طاطا. اهلا بك خديجه. تمام شكرا. مرحبا خديجه، مرحبا بالناس ديال طاطا. الله يبارك فيك اختي. تفضلي. الو. مرحبا خديجه. عندي واحد الطلب. اييه. راك قلت لك شحال هذيك تكرا التليفون ديالي قاسوا لي الكولر. أيه. ومجاوبتينيش. كنا جاوبناك مع سميدة أنا خديجة، ولكن للأسف ما سمعتيش. ماشي مشكل، غير فكرينا بالسؤال خديجة. كان عندك اللصاق في ليكخون ديال التليفون ياك، في الشاشة. الشاشة ديال التليفون. وكنا جاوبنا على هذا السؤال، أنا متأكدة مع سميدة، ولكن للأسف ربما فاتك الإجابة. ماشي مشكل، نرجعوا إن شاء الله ونجاوبك في الحلقة ديال غدا. عندك شي سؤال آخر مازال؟ لا صافي، هادشي. وعندي طلب اقتراح. اييه مرحبا. واخا بالنسبه للناس اللي ما كيطيبش ليهم الطاجين، بالنسبه لينا حنا في المناسبه في المناطق الصحراويه عندنا المامات ما كيطيبش لينا الطاجين، ولقينا هاد الفكره هادي زوينه. واخا كناخذوا ميكا بيضاء وكنديروها فوق الطاجين، فوق الخضرة، وكنغطيوه والطاجين كيطيب دغيا. صافي. نعم، بحال كنصهدو يعني كيبقى داك الصهد كيرجع في الطاجين. كيرجع على الخضرة، كطيب دغيا وكتجي رطيبة بحال طيبة في الكوكوت. واخا تبارك الله عليك خديجة، وشكرا لك تواصلتي معنا من طاطا. ربما غير كاين بعض الناس المستمعين الكرام وعندهم الحق، لأنه اليوم لما كنسمعوا الأخصائيين ديال التغذية وكنسمعوا الدراسات اللي كتأكد عن المادة ديال البلاستيك والتأثير ديالها على الصحة ديال الناس، فكنفكروا ملي داك البلاستيك غنديروه في الطاجين وغنسدوه غنخليوه في الحرارة، يعني وهو مباشرة كيكون داك التفاعل مع الأغذية، فهنا ربما تكون شوية صعيبة على الصحة ديال الانسان، خصوصا الناس اللي كتكون عندهم اصلا امراض اولا مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي. غادي نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع خديجه على الخط، اولا فتيحه معنا هاد المره من سلا. اهلا بك فتيحه. الو الو اخت عفاف. مرحبا بك. دايره لاباس عليك؟ الحمد لله فتيحه. ليا الحظ اليوم شد ليا الخط. مرحبا بك فتيحه، وحنا اليوم محظوظين سمعنا صوتك. اهلا وسهلا. بارك الله فيك اختي. عندي واحد الاقتراح، واحد العجينه البيتزا تجي غزاله زوينه. اييه واخا سهله، ما فيهاش مقادير بزاف. ما فيهاش بزاف، فيها بيضه. اييه. كاس زيت روميه وبلديه مخلط. أيه. وخماره. شويه الخميره. وكاس حليب بارد. اييه. وكاس ما دافي. شويه الملح والزعتر. الملحه مع الزعتر. ما كانت تجي زوينه، والحشوه الاختيار للسيدات. اييه ديك الساعه كلها والذوق ديالو، واش الطون ولا الكفته ولا كل واحد شنو بغا، ولا الدجاج ولا. تبارك الله عليك وشكرا لك، عطيتي هذا الاقتراح فتيحه. هو ساهل كيف ما قلتي فعلا، وحتى المقادير ما فيش شي حاجه اللي هي كثيره، وتقريبا يعني المكونات والمقادير كلها كتكون عندنا موجوده في الدار. غادي نمشيو هذه المره باش نتواصلوا مع فيروز على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك فيروز. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام اختي عفاف لاباس عليك. اهلا وسهلا فيروز. الله يخليك، عندي سؤال سميدة انا. اييه. عافاك، عندي الكوزينة فيها البيض الاحمر، البيض الفوق والاحمر زعما من التحت. اي هادشي هادشي في الحيط. في الكوزينة. بليسة على الحيط. اييه. لازم نعرف في اللول غندير في البلاكة، عندي الكوزينة شوية صغيرة ومضوية مزيان. وعندي سؤال آخر، أن الكوزينة جاتني أون فاس مع الصالون، يعني اللي قالت الصالون كيشوف لي الكوزينة. كيشوف الكوزينة. اييه. بغيت شي اقتراح كيفكم كون نغطيها وشي ريدو ولا شي حاجة باش ما تبقاش. اييه واخا ان شاء الله نعطيوك شي اقتراح. شكرا لك فيروز، تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. ونمشيو هذه المره الاسفي باش نتواصلوا مع حفيده على الخط. مرحبا بحفيده. السلام عليكم اختي لاباس عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. حفيده الله، كلشي بخير اختي الله يحفظك. هذا اختي بغيت نسول، كاين شي هذاك شي هذاك عندي جلابه فيها المسكه. جلابه فيها المسكه. أيه. جلابه ديال المليفه، بغيت خفت ندير لها شي برودوي شي حاجه تبقى لي شي طبعه فيها ولا شي حاجه. أيه. الا كاين شي وحده عندها شي تدخل ولا شي حاجه تقولوا لي. يلا واخا ان شاء الله ونفيدوك بالافكار وبالاقتراحات حفيظه. وشكرا. شكرا. العفو. شكرا لك حفيظه، تواصلتي معنا من اسفي، وحنا التواصل مع كل الاوفياء مفتوح دائما، وارقامنا راه الاشاره 05 22 46 72 50 51 او 52. كيمكن لكم تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080 في اول اس ام اس. ما تنساوش ضروري لازم تكتبوا كلمات ماد، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا سؤالكم، وعلاش لا حتى نتوما تفيدونا بافكاركم واقتراحاتكم للرقم 5080. غادي نمشيو هاد المره ومن بعد حفيظه من اسفي باش غادي نتواصلوا مع فاتحه على الخط معنا. اهلا بك فاتحه. السلام عليكم اخت عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. واش مبروكه علينا وعليك فاتحه، باش ما تمنيتي؟ والله يسهل امرك يا رب. مرحبا. عندها الاخت واحد جات اسئله، الله يجازيك بخير. اييه. عندي البوطه، الفرن ديال البوطه
قديم فيه كنت عمر اتي فوق منه داك الشيء قديم فيه داك لاطراس ديال الكحوليه وتنغسلو كل شيء والو ما تتحيدي ديك الكحوليه ديال واخا. والسؤال الاخر عندي واحد البيجاما بالاحمر تقليه فيها داك الحموريه تقليه في الابيض. شكرا. واخا فتيحه ان شاء الله نجاوبوا على كل التساؤلات ديالك وشكرا لك تواصلتي معنا من ارفود. غادي نمشيو لمراكش هذه المره باش نتواصلوا مع رشيده على الخط. اهلا بك رشيده. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك رشيده. نشكرك على البرامج اللي كتجيبي. العفو مرحبا بك. نسولك الله تكسري على الغموله عندي في البيت. اييه ندير ديك الملحه الحيه هكا كنمشاو كيبقى عندي داك الشيء. واخا فين عندك الغموليه في الحيط رشيده؟ لا في الارض تنشم في الارض. عندك في الارض واخا. والارض شنو عندك؟ عندك زليج؟ لا لا يد عادي. يد شنو عندك في الارض؟ تحت كتلوق انا كتلوق من تحت وانا ديريكت. لا الارض هي عندك مناش مصيبه زعما واش لا موزيك ولا زليج ولا؟ لا لا هي عاديه هي السيمه. اييه غير السيمه العاديه. واخا وديك السيمه شنو ملسه اولا ديك الحرشه يعني حتى هي راه فيها كل واحد وشنو؟ لا الحرشه باقي ما لقيتش. واخا وفي التنظيف شنو كديري؟ كترشي الماء وعاد كدوزي الشيتا عاده هادشي اللي كديري؟ لا كنجيب الماء والشيتا والمسحوق. اييه والمسحوق حتى هو. الماء جافي. واخا ان شاء الله نجاوب على السؤال. يعني عند سميحه حبيت نسولها. واخا ما تقطعيش رشيده نرجعوك لعند سميحه ان شاء الله ستوندر وهي تلبي الطلب وسولي السؤال اللي بغيتي وغدا ان شاء الله تسنى الاجابه على السؤال ديالك مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانان. غادي نمشيو هذه المره ورشيده اخرى معنا على الخط ولكن هذه المره من الصويره. اهلا بك رشيده. وعليكم السلام ورحمه الله رشيده. الحمد لله مرحبا بك. أخليك كتابت بنسولك عندي واحد التجلابة. أييه. بلغوة يلا خليته ليطا. أييه. نخيطو بنسول الخضير الله يعطيك الشر شنو باش نخيطو. أييه. الخياطة مقلتي. بغيتي جلابة رشيدة؟ جلابة. جلابة واخا شحال في العمر ديالك لا رشيدة؟ عمري 36 سنة وغدا. أييه واخا. أنا طويلة مقصيرة متوسطة. أيوا واخا. الصباط والصك والفولار. اييه الفولار والصك والصباط اللي غيتواسى مع الجلابه. واخا ان شاء الله تسني الاجابه على السؤال ديالك مع خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي اللي كتكون مرافقاني وحاضره معنا في الحلقات ديال يوم الاربعاء. وما تنساوش غدا ان شاء الله موعدكم مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانان باش يجاوب على كل تساؤلاتكم اللي عندها علاقه بالديكور. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم في الاعداد والتقديم. وفاء فائز هند رافقتني في الاخراج وسميحه كانت استقبال مكالمتكم. ان شاء الله أسبوع موفق يا رب كنتمنوها للجميع وبقية أوقات طيبة وممتعة قضوها رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. إلى اللقاء.